بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الإيمان، حلقة دان وحلقة دي لباد أو دروس الرمضانية. دروس الرمضانية حلقة دي لبادو. وحن كسو هذلني حلقة دي كواد، وحن كسو هذلني رمضان كا ملاديه كرا رمضان أسوغو شهر رمضان وأن شهر القدرين. أيان كسو هذلني حلقة دي أن اللباد الصيام، مقصود الصيام أو تعريف الصيام. الصيام لقضاء وحال إذا الإمساك عن كل شيء، إمساك عن كل شيء، شيء كستائنه معناها أو قف كان كا معناها كاستاغو. حير القصة دي مريم، الله سبحانه وتعالى مركو ويلكي معناها النبي الله عيسى عليه السلام وأوهي بيي أو ليري معناها دويل كاس أيا لغسين أيا أو جبريل أو يمد معناها وحي ويل معناها ويابتي وحي تري أنيق هدي معناها دي ننا إما قبو هدي ناق معناها دي سقجانتنا ميهي سي معناها أنو ويل كوهي ليا. جبريل مركا عليه السلام وحيري أرنتان وأمر إلهي سبحانه وتعالى أرنتي مركا أي معناها دي إلهي أوسي سبحانه وتعالى أو أي قوم كيدي إني أسوى لابطو لو ديارين أي أي وحال ويري وحات لها. فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، معنى وحات لها أني قوم أنت إن أنقف لها الله مرة عدنا لمح الله. هذا هو اللقاء الإمساك شرعي أنا معنى وحال إذا إمساك عن كل ما يبطل الصوم أو المفطرات وحيابها صونك بريو أي لي هذا، أو ها هذا من الأكل، ها هذا من الشرب، ها هذا جماع يو وحيابك له صونك قارن معناه بالكلية ومعناه وو بريا قارن هو ناقصية معناه هذا أعماش أو معناه هذا سيدا بنتا وحيابها وحيابها خطرة. إذن عن كل شيء من طلوع الفجر مرك فجرك دشو فجرك وحال يرادا صلاة الصبح مرك يدلاتو صلاة الصبح مرك يدلاتو فجر قاسي فجر قال له فجر يا ليرادا معناها مدنا وحال يرادا وصادق وفجر كان صلاة دلقتو كدو مدنا وكاذب وكهريا وافتين وبرق معناها اسكو قدبو مدنا معناه اسقدبا مدنا كر وبحال يرادا. إذن مرك فجر كان معناها فجر الصادقة لقب الله إلى غروب الشمس إلى قرح دي إكاد عدو أيضا نيانا لجرتو حيالي أعماش وحا معناها دي وأه ركني أما تيرك إيكو استاغان ونيادا وكهد لدونا بإذن الله سبحانه وتعالى نيادا أي حالة ديادا. مرك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة قال وحير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان قفك رمضان كصوما إيمانا واحتسابا أسقوا إلهي الرميسا حدنا عبادة إلهي أقرب أجر معنى خير يا رحمة قفك أسي وحالو رافيا رمان دنبكي سي أودان والو رافيا احتسابا بمعنى أسوى إلهي سبحانه وتعالى كغا أجر ربا. إخوة الإيمان صانكو مركا قف كستو مسلم أي واجب كو يهي أو بالغ أو عاقل أو صحيح أو مقيم كبدا معناه طاهرة أو أيضا عادة نفاسك كطاهر
أيضا معناها أو بالغة أو عاقلة أو صحيحة أو مقيم كأ أيضا واجبك يها. إذن يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، ويجب أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس كبد النساس معنا. صونك مرك وركني أو من أركان الإسلام وقفك معناها ديدو صونك وكو قالوا بيا قفك إرادة صون معناها وحلي إرادة مجرى مواجب يقومون غنايو هدو يرادو ما يقو أهاني واجب معناها دي أهدي إلادي أو معناها دي أساقا وجوبك ككور قايسة دي سميش جرين أو إنكار يديد ما أي كتهي أرنت أسمعناها وكو قالوا بيا محايا يلي وحو ديدي ركني من أركان الإسلام انه معناها الركن هنا وثابته بالكتاب والسنه واجماع المسلمين كتابك يا سنه النبي صلى الله عليه وسلم اي كسغن يحي ان هو يحي صونك واجب محي الله سبحانه وتعالى سقول له هدليو ددك مؤمنين تا نداغ معناها مرنا الهي ددك دن ايو له هدلا مرنا دد غار ايو له هدلا مرنا دد غار أيو لها الله مثلا هدي ومعناها إيد وسعام وهلا يا أيها الناس هدي كلن يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كفروا مركز مرنا قال الله لها الله مرنا مؤمنين هذا معناها صفات وقو قيمها بدن ومؤمنين تمرك لها الله يا أيها الذين آمنوا والمؤمنين كتب عليكم الصيام وحل يدنكو واجبي صونك واجب أيا لدين ساري أو أن تصوموا لله إن هذا إله معناها درتس أسوانتان صوانك معناه أنه نقول بالله دي مسوى أنه هو الرئي وأنه هو الرئي سيدا آيدا إتلمام كما كتب على الذين من قبلكم سيدا كوة إذنك إذنك هو الرئي إله سبحانه وتعالى وواجبي إذن رمضانك أما صوانك وعبادة قديمة أو أنا كان نقول بالله بدليل هذا الآية كتب على الذين من قبلكم هاي محال مرك لعلكم تتقون لكي تتقون محال إنه لو واجبي إن الإله كعب سونا سبحانه وتعالى هدي أن الإله كعب سونا أنا من دنوت هاي مسه أنا كي دنوت هاي محال الإله سبحانه وتعالى وحنا كم باهنا بقى أنا كباهن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذن رحمة الله سبحانه وتعالى شيء وناقة سميسو كل من لابا لمن لاب أضعاف إلى ما شاء الله معنى هذا الصنك مجوب تامية مسوى مدو أياما معدودات مدو كوبوا سقال لباتا صدون انت أصوال سجال لباتن صدر طيب في الرحمة الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى فعدة من أيام أخرى قفك معناها حنونسا أما مسافر كأه فعدة من أيام أخرى مدة مركي ومعنى هذا إلهي عافيه أما سفر كيس وكسو الله أبتو أي معنى هسون كي أي اسك جودية كما دعيا ومعنى والقول يا هاي قارم جودية ما علمه أوسن سومن بدل كذا ما علمه كلا أو معنى هذا أسكي إلهي عافيه أما وسفر كسو الله أبتو إن شاء الله تعالى معناه موضوع سفر ك يه حنونك موضوع قارئ ينوق إيمان دونا. طيب الله سبحانه وتعالى وعليا هي بشر رمضان فضائش هذا وحى كم إذا كتابك إله سبحانه وتعالى يا لسودجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى الله وعليا هي بشر رمضان وحى الذين سودجي قرآن كان
محاد عي فضائشة معناها إلا ذي كم تاي بلاها كلا يقف فضل بدن تاي وبل فضل بدن أو بلاها كلا كف فضل بدن لماذا عبادة أن كجرتو يو كتاب كإلهي سبحانه وتعالى منهج كإلهي سبحانه وتعالى دنيا وقتل الجلي أيها السود الجيبة جملة واحدة أيها السود الجيبة لكن للك وحوس الدجي منجم إلا صدح إلا بات السنة هل مر القرآن كمعناها نبي يقول قوموا سود الجن لكن من لوح المحفوظ إلى سماء الدنيا وحالي ده معناها السقوط معنى ضمان أيال سود الجن أما وحي باللوضع شهر رمضان أيو نبي يقول باللوضع صلى الله عليه وسلم قرآن كما هو حنون للناس وبينات من الهدى عديمو أسألكوا هاجي أنا معناها هذا وحدي كان هيستوعوا هاي وحن مصلحة هذا النوع هي وحن مصلحة هذا النوع هين ما كلا نقانو لكن إله سبحانه وتعالى الكتاب كذا داؤن الله بنو أسألك أبن هاجي يبا وضد أن مر تنا إسكا إلالي إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة إسلام ك وحال شنتي رود أيال قدسي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إن معنى قفك إلهي سبحانه وتعالى أقرأ النبي محمد أقرأ رسول إلهي إنه يا سبحانه وتعالى لابا وإقامة صلاة صلاة إنه أقرأ زكاة أبحيو حجك وصوم رمضان والركن من أركان الإسلام أركان الإسلام شن صومهن وشن تيواتنا كو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ورمني كو وادو لابو إقام الصلاة صلاة إن لأوغو سدح إيتاء الزكاة زكاة إن لبحيو أفر حج البيت حجك شن صوم رمضان طيب إذن رمضان كمعناه مصوم وأركان الإسلام كأيو كميدي همكا سيد حديثك هو نوت المامي مسلمين تمعناها ويكون إجماعين على فرضية صوم رمضان رمضان كصوم كيس إنه فرض يهاي قف كإنكرنا أكو قالوا باي إنه توبة كانوا أيا لو يدينا يهدو ديدنا هذا هو قال قال نما يو معناها قل لي مانا يا معنى وحال واجبيي سنة كلابات هجرية دا نبي قوحو صوما يالي رأي سقال سقال صون قفك معناها كافر كا هدي وقال نما دي سوى كجرو صوما ملقى أقبالا محاد عاي هدي وحكوه الرأيو إنو معنى إسلامو محاي صون كعبادو عبادة دا معنى قف كافر لقى ما أقبالو إذن وإنو إسلاما صغير كا واجبكم أها سجن إلا أك قانجارو قانجار كمركا وحال معناها إنه شن يتبان جارو أما عاندي أوسو بحدو وحيابيه معناها شرعي أو تلمامي شن يتبان أما عاندي أوسو بحدي أما هو بيدولي بده طيب مركز انتاسي وحاكسي معنى هذا مهمة كلا أولي هاي حكمة أيها معنى ماشا نكون جرتو صون كان لقوا واجبي حكمة أيها كون جرتو حكمة كون جرتو معنى وحاو كم يدعى عبادة واي صونك او الهي لو قدو وادو وعبادة لو قدو وادو الهي سبحانه وتعالى قفك مركو معناها شيئا او الهي قدو وانا سبحانه وتعالى واسكن اجرو كهلا يا معنى
وحو كتغي راشن كيسي لأجل الله سبحانه وتعالى وحو كتغي معناها شراب كيسي لأجل الله سبحانه وتعالى وحكو بدلنا مسك إله رالي أهانتيس إيا الليبان إله سبحانه وتعالى أكتيس أكو قارو إيا جنو وحا كمي ده مرك حكمة ده صنكو سبب للتقوى سبب للتقوى إن شاء الله تعالى حلقة دي اللباد دروس الرمضان الكسيين وقوي أكتهاي بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.